سينس ما عنديش الماتيريال اللي كيحطوا فيه التليفون داك الشيء، حطيتو هكا يعني غادي يكون جايكم عوج من تفرجوا فيه غديروا بحال هكا. كي دايرين صافا لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا كي غادي مع الصيف كاين شي بحر كاين شي زهو كاين شي خروج؟ الصراحه راه كنتو كديروا هادشي كاع ما تكونوش تفرجوا فيا ياك. هاد الفيديو هادي نورمالمون كنت غادي نصورها هادي واحد السيمانه وخرج باش نصورها الدبانه. الفيديو هادي نورمالمون كنت غادي نصورها هادي واحد السيمانه ماشي خرج باش نصورها، وكانت واحد الشمس واحد الصهدانيه، الشمس ضربت لي في الشعر شويه وتشعر فيه النار مع كان مغوفل، وداك الشيء خليت تحسنت عاد عاد جيت نصور لكم فيديو. عرفتوا واحد الدبانه مقبله ويا زن 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 الحسن دندن ضرباتو قطال الودن، علاش يا الناس علاش غمد والماس والماس. هاد الفيديو هادي نورمالمون غادي نديرو فيها تراين ايس كريم، هذاك الكونسيبت ديال ملفايه اللي كتبقى كتجرب بزاف تاع الحوايج ناري الدبانه ما بغاتش تريض. داك الكونسيبت ديال كتجرب حاجه وحده من بزاف تاع البلايص اللي غادي نديرو اليوم، واختارينا نديرو المثلجات بما انه الجو ساخن. ما عرفتوش واش داك كاين بلايص زعما فين كيتباع فيها الايس كريم، لحقاش انايا فهمتي مي كنبغي ناكل ايس كريم كندير رايبي جامد. كنطلقها عليكم كنقول لكم بلي انا ما محشرش انا راه فهمتي العاقل فلوس. حتى جوج واحد تبدا الفيديو تاعنا. هاكي كيفاش ديرتي؟ اول حاجه بدينا بها هي لاباني ياك، المهم لاباني كانت كدير درهم، ما فهمتش علاش بدات كدير جوج دراهم، هي الصراحه بدلوا لها هذيك الكورني اللي كان قبل كان المهم كان شويه رقيق، هذا شويه فهمتي عاصي. بدا كيدوب ما قديتش نلحسو قدامكم، فاكيت والله حتى نلحسو. بلغني البارد. خوتي راه ما عنديش الماتيريال داك الشيء علاش ما لقيتش نحط التليفون. يا ما هاك الطوبيس. كان كيدير درهم ولكن راه بدلو هاد الكورني، هذا الكورني انا نعقل الكورني داك اللي فهمتي دير ها جاي حتى الفوق ودير ها دير بحال الكاس، هذا ولا داير بحال ديال ماكدو بحال المهم هذاك اللي قبل نغمامو كان فهمتي مي كتعضو بحال كتعض خشبه، هذا لا هذا فهمتي قاصح. واحد الحاجه بعدا اللي ما فهمتهاش عند شي صحابي الله توكين اباوت الحس بعدا تفكرت واحد القصه في الفيديو هنايا. سكتي راه كيتسمع صوتك ويلي فين غنمسح فين فين عطيني في السنيكر على طوموبيل. قلت لكم اسيدي بغيت نعاود لكم واحد القصه حدا في العائله، لا ماشي في العائله، واحد المره سيدي كبيره كنصهد وكان في الصيف وجبدات واحد الطبسه ديال الدلاح كان بارد فهمتي، وهي مسكينه ما عندها السنان كانت كتاخذ داك الدلاح وكتمصه كديرو كتحطو وخلات داك البلاطو تما باقي بارد فهمتي، جا داخل خويا هو يقصي ابديت باقي عايش. يلا نمشيو نشوفو بلاصه اخرى. عرفتي دابا مع ما كاينش الماتيريال عطيتها هي تهز التليفون غيبقى يبان غير السقف ديال الطوموبيل، ما يمكنش هاد الصهد هذا مع الى سيدي قال لك ما يمكنش ندوزو الصيف في مراكش حق الصهد، فين جينا الوجدة بدل الحمار باغيون وجدة سيدي كنقولو الصهد ياك، باش كيكون شويه الصهد بلس كنقولو الحمار، ولكن باش كيكون الصهد ديال الصهد كنقولو الصهدانيه يا ربك. انا جاتني ما بقيت لا غنتراي ايس كريم لا حتى شي حاجه، ما فيا اللي يخسر الفلوس، يلا نكملو فلوق عادي ياك، غادي ندوركم في مدينه وجده وغادي نمشيو ناكلو كران وبارده. عرفتوا شنو هو كران وبارده بعدا ولا لا؟ صبروا الى لقيناه في الطريق غادي ناكلها، سينو دابا شويه غنشرحو لكم. سيدي كران هو واحد الاكله تقليديه شعبيه ديال مدينه وجده ياك، محشره بياسو كدير درهم. كران هو واحد الباكيطه ياك فيها كران. كنعرفش نشرح واش هذا كتسناو مني انا غادي نشرح لكم. قلت لكم كران هو الحمص والخبز يابس وشي خرورو كلشي كيخلطوا داك الشيء وكيعطي كران ياك، هاد كران هذا خصو يتكال سخون باش كيكون جاري، اون فوا كتغفل عليه شويه كيولي ها كيولي كي الحجره، وخصك تسخنو باش تاكلها باش يولي جاري. يعني الا كنتي كونستيبين صح يولي لك غادي يولي كيها. وبريده هي احسن مشروب شربتها في حياتي، هي كدير درهم فيها التين وفيها الليم، دايره بحال ديك السيبون ولكن اون تيوري. المهم كانت هذه هي البريزونطاسيون تاع كران وبريده، وراني موحشه هذه عام ما كليتها. يلا كملوا الفيديو. ما لقيناش الايس كريم. الايس كريم نمبر جوج هذا خديته من واحد البلاصه سميتها مامي ايس، 8 دراهم دوبول. والحلاوه فين كاينه والحلاوه؟ انا بعدا جو ترونسبير ما يمكنش. بغيت غير نسول الفايا كي دارت هذا الفيديو هذه بلا ما تبشخات كامله. عمر
ما يحسب لكمش كولابوراسيون ولا شي حاجه لحقاش الا ما كان زوين غادي نطيهم ملاه لا ذا فاك ما فيه حتى ما داك بسم الله تشري شنو كنت انا معوجكم ياك ما فيه حتى شي ما داك غادي نعاود ناكل نعطيه فرصه بحال كتعض في الصوفه ما فهمتش هو 8 دراهم فهمتي هو الا بغيتي تبرد البلعومه وما زعما باش غادي تبنان ولا شي حاجه ما فهمتي ما كتعض بحال ماشي حتى كتعض هو اصلا فهمتي جاري ها هو فهمتي اي ما درتلكمش النقط ما قلتلكمش الكورني كنعطيه 4 على 10 5 على 10 هذا كنعطيه 1 على 10 هذيك الواحد غير ديال الثمن تاعه بغينا زعما ندير لكم نبدلوا الكونسيبت ديال التحشر صعب كاين في التحشر تاع الايس كريم محشر كاين باتيسير طحنوها وداروا فيها حيدوا منها المذاق لقيت اصلا ما فيهش المذاق تاع ديال كريم باتيسير يلا نمشيو تقهمت المشكله وانا اصلا ماشي جيعان فهمتك كنت النهار اللي كنت غنصور الفيديو ما كنتش واكل درك انا اصلا مقهور ماشي جيعان ماشي جيعان هو جيعان كلينا الطعام نهار الطعام كيقول لك نهار طعامكم نهار جوعكم غتسمع ماما هاد الهضره وغادي تقول لي الماكله كتهضر غير على الجوع والماكله في الفيديوهات كما ديما ندير الكاما غير هو انا ما بغيتش نتقهم بايس كريم ما فيه حتى المذاق فهمتي نخليو حتى العشاء يعني بحال حسيت براسي تقولبت شوف هاني بلا مولي تقول مره في الحياه ولكن شوفوا على هاد التقريبه هادي ما غنفوتش في الايس كريم 8 دراهم للبول البول دو بلاص باي في اطار تراين ايس كريم حصل لقيت هذا ياك هذا لقيتو ب 9 دراهم انت راه قلت لكم راه قلت لكم ما غاديش نفوت شي بوجي كبير وبعدا نقسم على جوج انا كنت داير واحد الوقيته كنت داير السلك وما كنتش كنقد نعض في الحاجه فهمتي تي كنحس بسناني بحال سونسيبل و فهمتي دابا هذا ما عرفتش واش غادي نعضو ولا غادي نصوت ولا نطلع لا طلعي جاتني الدوخة بكثرة السكريات اللي كديت هاد النهار خصني ندير واحد السيمانة ديال السبور شو شيا سبور الرياضة انا لا ديروك ربي العضلات كنت انا ندير لكم فيديو ندير لكم بحال هكا ودابا المشكل كي كديرو تاكلو بحال هاد البولو هذا هو غير كنعضوه كيبدا كيسيح واعر واعر بلا هذا واعر كتحس به فهمتي رطب من الداخل وخشن من برا بهذا الحبيبات هذا الصراحة نعطيه 8 على 10 غير نوزير بارابوغ البخي ديالو والله حتى هذا واعر بون بيان سور كنهضر على بنادم محشر بغا يتبنن غادي نمشيو ما عرفتش نمشيو لماكدو شنو لماكدو هادي بغات شي حاجه قالت لك صالي راه الا خديتك انا خديتك تشيز المهم غادي نمشيو نشوفو واش كاين شي بلاصه اخرى فيها شي ايس كريم محشر نقد شاف نقد الايس كريم الجاي فهمتي نقد ندير شي ايس كريم وعدك تقدر هي التاليه بس كان فيها دي زيد يكمل هزيتي فوق من بيطه حيطه وحنا راه تسيدي كنا جوج طوموبيلات انا وواحد البنت ما عرفتش نقول لكم شكون هاد البنت ايوا سيدي شدنا البوليسي شدنا حارقين الضو وفيتاس ما نقولش غنقلع سميتها صافي غادي نقلع سميتها المهم الا تقلعات سميتها في المونتاج يعني راني قلعت سميتها والا ما تقلعاتش يعني راه كنت هي اسمع قلت لكم اسيدي شدنا البوليسي وهي ما كانتش هازه الوراق ياك المهم صدق او لا تصدق كاين واحد الكائن كيتمشى بلا وراق مين اسيدي شدها صافي لقى ما عندهاش الوراق وهو يجي عندها قال لها عرفتي علاش شديتك قلت له لحقاش ما عنديش الوراق وكوك فهمت 32 درهم غادي نتعوق انايا وين هذا 32 درهم يا ربي كوي كنحلم اش داني قال لك اش خصك اسميتو قال لك اسميتو يا ما بعد ان شاء الله يكون زين بسم الله نشد الناس اغنياء الله يدير زوين ها فوطو المينياتور خلينا من داكشي ديال 8 درهم داكشي ديال الناس هذاك اصلا كتاكلها فهمتي مع العضه الاولى كتحس بريحه الفقر شحال نقول الفقر والشجاعه خو عابد كنصور فيديو يوتيوب ما تصونيليش بقا تصوني خلينا صافي غير نسخفوا على خاطرنا 32 درهم
هذا كي نعرف انت. المهم هذا لما حيت المذاق ولا من ناحيه كلشي كنعطيه 8 ديك الجوج لحقاش كي 32 درهم. ما عرفتش السخفه ديال 32 درهم ولا السخفه لحقاش كريت بزاف لا كلاص. واش بالله على هاد الفقصه ديال برك غادي نمشي نشري لايبي وغادي نجم القهوه غادي ناكل. المهم الاخوان هنا كملت الفيديو تاعنا ما عرفتش واش غتجي فيها 4 دقائق ولا 5 دقائق لحقاش ما صورتش بزاف وما هضرتش بزاف. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وداك الشيء. واخر مره باقي غادي نخسر الفلوس في شي فيديو صافا صافي شوي كنضحك معاك مرة غيش مع راسي ها غير موجود الفلوس كي الراس تما. قولوا لي شنو بغينا نتراي في النكست فيديو تقول صراحه النكست فيديو غادي ندير لكم شي حاجه فهمتي تنتفعوا منها بركه نضحك نتفع نهضر لكم على نهضر لكم على القرايه ولا نهضر لكم على شي حاجه. المهم كملت الفيديو هنا اجي نبوسكم بنيفي باي.